السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا ويا أهلا وسهلا. بالأمس في الليل سقيت الزرع عندي في البيت المحمي، وكان عندي عطل بسيط، فعملت صيانة ولكن نسيت أن أعيد التيار الكهربائي كما كان، وتفاجأت اليوم لما دخلت البيت المحمي انه فيه شوية اضرار، فقلت اصورها لكم قبل ما نبدأ العمل. بسم الله. طبعا الزراعة هنا زراعة في تربة وليست زراعة مائية، تلاحظون جميع الشتلات فيها ذبول كامل. طبعا الآن الساعة تقريبا 12:30 الظهر. طماطم تلاحظون أيضا هنا الشرايح شغلتها وبعدين طفيت على طول، قلت لازم إني أوثق لكم العمل علشان تستفيدون. شايفين الطماطم كيف دبلت؟ يعني هذه من الأخطاء اللي يجب إنه إحنا دائما خلاص إذا كان عندنا أي عمل معين إن نرجع ونشيك على طول. طبعا بإذن الله سبحانه وتعالى النبات راح يرجع، راح نشغل المضخة. بسم الله. الآن الشرائح راح تسحب الماء من الخزان، راح يبدأ عملية الري والتبريد. الحرارة كانت عندي تقريبا 43 وصلت، تلاحظون هنا وصلت إلى 43، الآن 42.5، راح تبدأ تنزل تنخفض شوي شوي. الرطوبة 69 يعني 70 تقريبا. الأشياء هذه أو حدوث مثل هذا الأمر راح يعمل عندنا ربما نوعا ما شيء من اللي يسمونه العقد البكري السريع زهور الطماطم وربما بعض النباتات، وهذا اللي يجعل الحبة تطلع نوعا ما صغيرة مثل هذه. شايفين يعني في تفاوت بين الحبة الرئيسية والحبة الصغيرة. الحبة اللي خرجت بهذا الشكل هذا دليل على تفاوت ومشاكل في الحرارة داخل البيوت المحمية، سواء طبعا كانت زراعة في تربة أصايص زي هذه أو أنها كانت زراعة مائية. أيضا الآن لابد أنه أنا أستدرك الأمر وأبدأ بالري. شايفين التربة عندي كيف هنا ناشفة. لا بأس يعني أسفل التربة جيد، الوجه أغلبه هنا. طيب يا إخوان بارك الله فيكم، دائما الهدف من هذا كله أنه أنا إذا عندي أي صيانة بالذات في البيوت المحمية يجب أنه لما أخلص الصيانة كاملة أن أعمل تشيك على الأداء قبل أن أخرج من البيت المحمي. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا ويا أهلا وسهلا. بعد ساعتين تقريبا ما شاء الله يعني الذبول اللي كان موجود راح، النباتات رويناها بشكل جيد، التكييف شغلناه، شايفين الطماطم اللي كانت في ذبول الآن وضعها جيد. طبعا الأخطاء اللي مثل هذه تحصل، لكن الأهم دائما انه احنا نتعلم من الأخطاء ونحاول دائما انه
ما نترك نباتاتنا بعيدة عنا، بين فترة والثانية نشيك عليها قدر الإمكان، خصوصا فترات الصباح في البداية. لابد أن أنت تطل على البيت المحمي، تتأكد أنه يعمل بشكل جيد، والله سبحانه وتعالى خير حافظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.